وأهلا وسهلا فيكم بهالحلقة من آخر موقف. تضامناً مع غزة كانت نشرة موحدة لنصرة قضية شعب صامد بوجه غطرسة محتل وعدوان ما بيرحم. نشرة موحدة نطقت باسم الإنسانية ورمت خلفها كل الاصطفافات السياسية. تضامناً مع الجيش اللبناني كانت أيضاً وقفة إعلامية لافتة لتوحيد الموقف من استهداف مبرمج للمؤسسة العسكرية ما بيميز بين سني شيعي أو مسيحي. وهيك حتمت أدبيات المهنة تجاهل كل مس وتحريض وتشكيك بالجيش اللبناني. عجبهة عرسال المشتعلة عناصر الجيش الأبطال عم بيخوضوا أشرس المعارك بوجه مجموعات مسلحة عم بتصدر فكر إرهابي متطرف تمهد فيه الأرضية لمشروع إمارة إسلامية بتحلم فيه. أبطال الجيش عم يدفعوا حياتهم ثمن سياسة نعام انتهج مسؤولون يوم اللي قللوا من خطورة الوضع بعرسال والتدفق الكبير لنازحين سوريين ضموا بصفوف مقاتلين تابعين لجبهة النصرة وتنظيم داعش سرعان ما انقلبوا على اللي فتحوا لهم بيتهم واتخذوا من المدنيين دروع بشرية يتصدوا فيها للجيش اللبناني المدافع الشرس عن كل شبر من هالأرض. بالأمس لبنان الرسمي التف حول الجيش وأعلن دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية رغم أصوات النشاز التحريض المذهبي اللي صدرت على لسان البعض. مشهد الدعم المطلق للجيش بالصورة الجامعة والموقف الواحد كنا منتمنى نشوفه بالأشهر الماضية. كنا تجنبنا استشهاد عناصر من الجيش هن من خيرة شباب هالوطن، وتجنبنا أيضا استباحة غرباء ما بيعرفوا الله لأرضنا وعرضنا وبيئتنا. تحية لأبطال الجيش، نسور الجو وأسود الأرض، والله يرحم شهداء المؤسسة العسكرية. طبعا بسنا نستضيف بهالحلقة من آخر موقف القيادة بالتيار الوطني الحر دكتور ناجي. حيك الله معك دكتور، وأهلا وسهلا فيك دكتور ناجي. بالبداية طبعا قبل ما ننطلق بحلقتنا، نحن على هامش لقائنا بفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان بمناسبة عيد الجيش اللي كان له عبر تيفي تشاريتي إطلالة خاصة وموقف خاص خصنا فيه وخص أيضا المؤسسة العسكرية بكلمة. على هامش هذا اللقاء كان لنا كمان مقابلة معه بما يتعلق بالتطورات السياسية والوضع الأمني بلبنان. خلينا نتبع سوا مشاهدينا ومن بعدها ننطلق بحوارنا مع دكتور ناجي. علاقتي بالبطرك تمتد للوقت اللي كان فيه البطريرك مطران على قضاء جبال، وكنت قبل ما يصير مطران كنت اسمعه على بخطب ومحاضرات كان يعملها لها طابع ديني، وكنت معجب بخطاباته وبالافكار اللي بيطرحها واللي بيشرحها، الى ان اصبح مطران على قضاء جبيل وكان ساكن جنب بيتي بعمشيد. صبحت العلاقه انا وياه متينه اكثر وتواصل كان اكثر. هلا عدا عن ذلك بيجمعنا البطرك الفكر الوطني الواحد اللي هو كيف بنشوف الامور بالكفاءه بالاعتدال بتساوي الفرص لكل الناس بسيارة لبنان واستقلاله وعدم ارتباطه وارتهانه لأي طرف خارجي كائنا من كان. والبطرك عنده هيدي النزعة عنده إياها، ومشان هيك مرات بيتعرض لانتقادات من وراء نزعة الاستقلالية اللي عنده إياها بإبداء الرأي وشجاعة إبداء الرأي. وظاهر أنه بعض الأطراف ما بيستسيغوا شجاعة الرأي لما بتكون بتمسهم إلهم، بيستسيغوها لما بتمس غيرهم، بس ما بيستسيغوها لما بتمس. لذلك تعرض البطرك لعدة مرات لانتقادات حادة من قبل الأطراف، هذا الطرف وذاك اثنينهم، وكانوا يتهجموا عليه بشكل حتى كمان صار بدهم يأيدوا بطريقة تحركه وطريقة تصرفه ونوعية خطاباته. وكنت أنا دائما كرئيس جمهورية أقف إلى جانب البطريرك وأتعمد دعم وبدي أقول يعني منع التهجم على البطريرك وانتقاد ما هو وترك حرية الحركة والمبادرة له. موضوع التمديد البطريرك بيعرف
انه انا رفضت التمديد. هو سمعني شخصيا من سنتين ونص قبل نهاية الولاية عم بحكي عن عدم قبولي بالتمديد وعدم رغبتي بالتمديد. بس حكيت عن تجديد. ابدا. وهو حضر مرة خطاب طويل بالذوق. كان سامع قبل خطاباتي بس كان هو حاضر. من بعد خطاب الذوق اجى لعندي على الرئاسي وسألني. قال لي انا عم بسمعك عم بتقول هيك هيك، هل انت حقيقة ما بدك التمديد؟ قلت له حقيقة ما بدي التمديد وبتمنى لو الولاية اقصر من 6 سنوات، لانه لما بحس انه ما بقى فينا اعمل شيء بفضل فل على بيتي. ومن هنا البطريرك كان عم بيحكي بعدم رغبة التمديد. لكن البطريرك لما شعر باخر وقت انه لا يوجد لن نحصل انتخابات رئاسي وستشعر كرسي الرئاسي، صار يفكر بطرح كان يتداول احيانا بالاعلام انه استمرارية الرئيس لغاية الانتخاب، يعني صح. اسبوع اسبوعين شهر شهرين اللي هن. طبعا فتحني بالموضوع كذلك الامر. انا قلت له لغبطة البطريرك انا لا ارغب باي بقاء بالسلطة، ولكن هو ظل يشدد على هذا الموضوع لحماية الموقع الرئاسي. بس اكيد اكيد انا كنت متأكد انه ما حيصير تمديد وراح يصير اي نوع من البقاء، لانه مواقفي كانت تحول دون ذلك ولا زالت. وايضا مواقفي انا مش مستعد اتخلى عنها، هي اغلى من اي تمديد. يعني اي تمديد لو كان 3 سنين 4 سنين اذا بده الواحد يتخلى عن المواقف معناتها ما عمل شيء. المواقف تبقى، المواقف للتطبيق هي اهم بكثير من فترات التمديد مهما كان. هلا انه قرار التمديد منه داخلي، يعني هو اكيد بيتاثر ب لا داخلي، لا منه داخلي، كله داخلي. بالخارج؟ لا كله داخلي اقليميا ودوليا. تاثر بالخارج خارج عن التمديد او غير التمديد، بس انه التمديد بحد ذاته كله هون. يعني تفهمتك كلام غبطه عن مرشح يبحث عنه لملء الشغور، يعني ليكون رئيس جديد بس خارج 8 و14، شو رأيك فيه؟ جيد، لأنه لو قدروا اتفقوا على واحد من 8 و14 كانوا اتفقوا. ما مش قادرين يتفقوا. البطرك شو عم بيقول؟ عم بيقول إذا مش قادرين توصلوا لنصاب لأجل انتخاب واحد من 8 و14، لكن اتفقوا على واحد من برة 8 و14 وأمنوا النصاب وانتخبوا رئيس. بيكون رئيس قوي بتعتبر إذا كان من خارج هالاصطفاف؟ ما بعرف. الرئيس القوي هذه خبرية صارت تتداول. كان بالأول الرئيس القوي بده يكون هو منتمي لحزب أو شيء أو تيار صفى، بعدين التوافق والوفاق وما عدنا فهمنا. العبرة أنه هل يعتبر رئيس سليمان رئيس قوي؟ إذا كان رئيس مش قوي لا في هالهجوم القاسي عليه، لذلك قياسا على ذلك بيبقى كل مرهون بوقته كل شيء. الوضع الأمني لوين؟ مزيد من التفجيرات؟ لا 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 لا، جيد جيد الوضع الأمني. بعتقد في تفاهم على السلم الأهلي بين الأطراف، والجيش عم بيقوم بمهامه بشكل كتير واسع مع القوى الأمنية الأخرى، عم يحاربوا الإرهاب، عم يضبطوا التحركات. يمكن يصير في خلال بالأمن ولكن مش فلتان أمني واسع، وأنا أكيد أنه بتضل الحالة مستقرة. شو رأيك، سؤال أخير، باللي عم بيصير على سلسلة جبل لبنان الشرقية؟ يعني حزب الله هونيك وفي صراع مع مجموعة مسلحة. لما بيكون في حدا بده يفوت على لبنان كل الناس مدعوة أنها تدافع عن لبنان، حتى حزب الله من مكان يكون. إذا حدا بده يفوت على لبنان مسلح كلنا لازم ندافع عن لبنان، ولكن مش لازم نروح برات لبنان نتدخل بشؤون غيرنا. هذا الفرق بين اثنين. دكتور ناجي، تابعنا كلمة فخامة الرئيس. طبعا هذه الكلمة كانت مسجلة قبل الاعتداءات على الجيش اللي تم بتخوم بلدة عرسيل.
وطبعا هيدي التطورات الأمنية مثل ما ذكر فخامته يعني بسؤالنا لإله شو رأيك باللي عم بيصير على سلسلة جبل لبنان الشرقية، مواجهة المسلحة بين حزب الله وأيضا المجموعات المسلحة، كان موقفه واضح بأنه الدعوة واضحة للكل، إذا صار في أي اعتداء على الداخل اللبناني الكل مدعو لحتى يدافع عن الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان. طبعا موقفه واضح من حزب الله بأنه أي تدخل خارج نطاق حدود لبنان هو مرفوض من جانب حزب الله كما قال الرئيس سليمان. ولكن اليوم في تطورات دراماتيكية تسجل بعرسال رغم تقدم الجيش ورغم كل الإنجازات العسكرية اللي حققها هناك، كيف قرأت هذا الهجوم على الجيش، خصوصي وأنه مثل ما قال قائد الجيش ليمات جون أهوجي بأنه لم يكن مباغتا، يعني كان كل شيء منسق لإله، يمكن مباغت بالنسبة للعناصر الجيش المتواجدين هناك، ولكن كانت العملية منسقة محضر لإله من فترة. كيف قرأت الهجوم؟ هيدا هجوم اعتداء على السيادة اللبنانية. هالاعتداء على السيادة اللبنانية مبلش من زمان. بالفكر العسكري والتكتيك العسكري لما بيكون عتخوم لبنان ولا عتخوم أي بلد في موجود مجموعات إرهابية بأعداد كبيرة، مجموعات إرهابية عم بتصرح إنه هي بدها تجي تغير وجه هالبلد، الحرب على هالمجموعات الإرهابية ما بتكون بانتظار دخولها إلى لبنان ولا إلى الأرض أي دولة منشان يتم محاربتها، بالعكس من الأفضل قتال العدو على أرض غير أرض الوطن. وبالتالي المعركة اللي صارت بلشت من يومين بعرسال تدل أنه كتير مهم كان أنه يصير في معركة استباقية مع هالعدو يلي هو المنظمات التكفيرية وممثلة بداعش والنصرة. هالعدو هيدا مفروض نحنا كنا نقاتله برات الأراضي اللبنانية وما نسمح بدخوله للأرض اللبنانية، ويلي عمله حزب الله وقتاله بالسلسلة الشرقية بالأسابيع الماضية وبالأشهر الماضية كمان لقتاله بمنطقة يبرود وبمنطقة الألمون بيّن أنه حزب الله بغض النظر على فكرة أنه في اللبنانيين عم بيقاتلوا بخارج الأراضي اللبنانية، هيدي مش خارج الأراضي اللبنانية بمحلات، احنا ما عم نبعت جيش عم يقاتل بأقاصي الأرض، مش مزبوط. هيدي المنطقة هون إذا فلتت فلتوا المجموعات المسلحة وإجوا على لبنان، وهي فلتت. ولولا ما كان آخر أسبوعين حزب الله عم بيقاتل بالسلسلة الشرقية مع هالمجموعات كنا شفنا انه رقعة الاشتباكات توسعت وما كانت محصورة بعرسال، وكان في ضياع مثل ما كنا حكينا من قبل على هالشاشة بالذات، الضياع المسيحية والضياع الشيعية اللي موجودة على كافة الحدود اللبنانية. كنا شفنا انه هذه الضياع تعرضت للقتل وللذبح. خصوصية عرسال كونها قرية ولا مدينة سنية جعلتها مدينة مفتوحة لا هالمقاتلين ولا هاللاجئين يلي بيضموا مثل ما تفضلت وقلت مقاتلين بصفوفهم، يعني اللي من بيجيك 20,000 لاجئ على عرسال في 10,000 رجل منهم، طب ما هو 10,000 رجل بتشيلي منهم مقاتلين، والشعب السوري كله شعب مدرب على القتال وعنده معرفة بالسلاح، وبالتالي دخول هالمجموعات على عرسال لأنه بعرسال اعتبرت أنه هاي لازم تحتضنهم كونهم هن ضد النظام السوري يلي منه ما بيحبوا أهل عرسال. كانت عم تحكي من منطلق إنساني يعني. طبعا من منطلق إنساني، بس هالمنطلق الإنساني تبين أنه في قنبلة موقوتة جاي مع هالمنطلق الإنساني اللي إجعى، وهيدا الموضوع حذرنا منه تيار الوطن الحر وغير التيار الوطن الحر شو ممكن يؤدي. فإذا حساسية كون منطقة سنية عرسال وحزب الله تردد أنه يقطع طرقاته لما يقولوا أنه حزب الله الشيعي يقطع الطرقات السنية، جعل هالمجموعات الإرهابية تفوت على لبنان وخلى يصير المعركة اللي عم بتدور هلأ بعرسال معركة مؤسفة، خلى أول أشخاص يدفعوا ثمن هالمعركة هن أهالي عرسال السنة بنفسهم يلي هلأ عم نشوف نداءات الاستغاثة منهم ويلي اتخذوا دروع بشرية، هلأ اتخذوا دروع بشرية، نهبت متاجرهم، استبيحت حرماتهم، إذا بدهم يفلوا ما بقى يخلون يفلوا عم بيقتلون، ليك شفنا شو عم بيصير. ما هيدي المنظمات الإرهابية هيك بتعمل.
طب دكتور ناجي، شو المطلوب اليوم يعني من المسؤولين؟ شفنا امبارح بالامس بالجلسه الاستثنائيه لمجلس الوزراء كان في صوره جامعه، وتقصدوا كما قيل من بعض المصادر الوزاريه بانه كان في يعني تقصدوا الوزراء انه يبينوا بهذه الصوره الجامعه ملتفين كلهم الى جانب يعني رئيس الحكومه، ليبينوا صوره بانه هن يدعموا وهم ملتفون حول المؤسسه العسكريه. ولكن اليوم الخطاب المطلوب، هل الخطاب المطلوب لازم يكون موحد الى جانب الجيش؟ لانه سمعنا اصوات نشاز مثل ما ذكرت بالمقدمه، اصوات نشاز كانت عم تدعي كمان وعم بتحرض ضد المؤسسه العسكريه على اعتبار بانه هي تساند حزب الله والى ما هنالك، وانت بتعرف دكتور الكلام اللي يقال بحق الجيش. شو المطلوب اليوم كخطاب موحد؟ سمعنا كمان رئيس سعد الحريري كمان بخطابه يدعم الجيش، ولكن كمان عنده موقف واضح بالصراع يلي ذهب فيه حزب الله أبعد من حدود الوطن. المعركة اللي تدور هلأ تدور على أرض لبنانية محتلة، عدو غاشم، عدو مجرم ما قاله رب مثل ما بيقولوا. هيدا العدو عم بيقتل اللبنانيين من جميع الطوائف ومن جميع الملل ومن جميع المذاهب ومن جميع الفرق السياسية، وبالتالي مطلوب موقف موحد مطلق إلى جانب الجيش اللبناني مطلق. ما في كلمة لو، ما في كلمة لو. كيف بتفسر الخطابين اللي عم نسمعهم؟ الواقع هو أنه الحكومة اللبنانية كان لها موقف مطلق بدعم الجيش اللبناني. نعم. وكل الكتل النيابية كان لها مواقف مطلقة بدعم الجيش اللبناني، والرئيس الحريري كان له موقف كتير منيح، ما بدنا نقول مشكور عليه لأنه هيدا بلده والناس اللي عم بيقتلوا هني أهله. صح. أكيد. المشكلة أنه في بعض الأشخاص يلي هني بفكرهم تكفيريين، يعني مثل النواب التكفيريين يلي هن مع داعش، يلي هن لا يؤمنون بالدولة اللبنانية، لا يؤمنون بمؤسسة الجيش اللبناني. هودي أشخاص متعصبين، متطرفين، عندهم كره. هودي أشخاص بدهم دولة إسلامية على طراز داعش، مش دولة إسلامية على طراز أنه هن يقتبسون الحكم من الشريعة الإسلامية. هن بدهم دولة قتل وضرب. هودي الجماعة هن 3-4 نواب، هودي يشكلون خطر على الكيان مثل داعش، لأنه لما بيكون في نائب بمنطقة هو بفكر فكر إرهابي، بعناتها هيدا النائب له تأثير على أهل هالمنطقة، وبيقدر يجر أهل المنطقة على تفكير لا تحمد عقبه. يحوي شفنا اليوم الصبح اطلاق نار على بطرابلس على الجيش اللبناني. طبعا لما بيكون في عندك نواب عم بيحرضوا ضد الجيش، معناتها في اشخاص بتسمع لهم لهالنواب لما لهم من حضور داخل المجتمع، وبالتالي هؤلاء النواب لازم يحاكموا، لازم يتم توقيفهم. بس هي مش اول مره بيتم يحاكموا بتصريحات بحق الجيش، بس ما تسألوا ولا رفعت الحصانة عنهم ولا تمت مقاضاتهم. بس هلا صار وصل السم للدم خالص، ما بقى مقبول. عم تطلق النار على الجيش بطرابلس، ما بقى مقبول انه يصير هيك. لازم يتم رفع دعوة قضائية. انا بوجه دعوة لكل يلي معنيين بالموضوع يلي عندهم القدرة انه يتم رفع دعوة قضائية، ومن مجلس النواب برفع الحصانة عن هؤلاء النواب، ويجب ان يتم توقيفهم وزجهم بالسجون ومحاكمتهم. يعني بتعرفي شو جرم الخيانة العظمى؟ هيدي خيانة عظمى. ساعتها ما بتقوم لقيامة دكتور ناجي، يعني عم بتقوم لقيامة. رح اقول لك شغله، عندهم حيثية بالشارع السني. صحيح. نحن بلد تعددي. نحن بلد في عنا قوانين وفي عنا دستور. الدستور اهم شيء واعلى شيء بالنسبة لي انا، وبالنسبة للأشخاص اللي بيحبوا وطنهم، هي كرامة الجيش وكرامة المؤسسات العسكرية كلها. إذا في فريق من اللبنانيين ما بدهم هيك، معناتها هودي فريق خارج عن القانون. وإذا كانوا كتار، أنا برأيي لازم لهم ما بعرف شو بدي أقولك، ما بدي كبر الكلام، بس إنه نحن ما بدنا نعمل بلد معهم. ما بدنا نعمل بلد معهم.
ما فينا نكون نحن نتقاسم نفس البلد مع هؤلاء الأشخاص. بعد الفاصل دكتور ناجي بدي أسألك كمان، هل كان المخطط مثل ما يتم تسويقه الهدف يعني من وجود هؤلاء المجموعات المسلحة بالداخل إقامة إمارة داخل عرسال، إمارة إسلامية داخل عرسال؟ كنا نسمع بهذا المشروع ولكن على أرض الواقع ما كنا نتلمس خطورته. اليوم هل وصلنا إلى مرحلة لا في دقنا أس خطر حول هذا الموضوع، أنه لا إمارة إسلامية ممكن كتير أنها تقام ببعض المناطق اللي عم تعتبر بؤر أمنية وهي عصية على دخول الجيش، يعني مثل ما كنا عم نشوف بالفترة الأخيرة، لكن يمكن من هلأ وبالرايح ما بقى فيه ولا بقى على الأرض اللبنانية عصية على دخول الجيش. بعد الفاصل منتبع معكم مشاهدينا ومع ضيفنا القيادة بالتيار الوطني الحر دكتور ناجي حي. عودة معكم مشاهدينا ومع ضيفنا القيادة بالتيار الوطني الحر دكتور ناجي حايك، منرحب فيك من جديد دكتور. دكتور طبعا لغبطة البطرة كان له موقف من اللي عم بيصير بعرسال، طبعا هو يدعو المسؤولين كمان لحتى يتعظوا من اللي عم بيصير وأقله يعني يصير في اتحاد وحدة موقف بيناتهم لحتى نوصل لانتخاب رئيس مثل ما دايما بينادي فيه غبطة البطرة ويكون عنا يعني حكومة فاعلة بالنتيجة. ولكن بدي أعود بالسؤال اللي سألته بالنسبة لمشروع إقامة إمارة إسلامية ببعض المناطق على الأراضي اللبنانية. اليوم هل المخطط كان على قاب قوسين يعني برأيك من أنه يتحقق بعرسال؟ طبعا كان في إمارة واقعية حاضرة بعرسال وموجودة. عرسال كان في قسم من أهلها ورئيس بلديتها متضامن مع المجرمين، ورئيس بلديتها في مذكرة توقيف بحقه متضامنين مع هودي، وهودي عاملين إمارة كانوا هناك وهدفهم يرجعوا يعملوا إمارة ويوصلوها بالمناطق السورية. كانت عرسال هي مأوى وكان فيها مستشفيات ميدانية لطبابة المقاتلين التكفيريين، هي مش بس كان عندها حضور إنساني لمساعدتهم، بالعكس هي كانت كأنها جزء من منظومة القتال التكفيري والداعشي بجرودها يلي هي ضد السوريين واللي ضد الجيش السوري واللي انتقلت للبنان. هيدا كان الهدف كمان من معارك طرابلس، هيدا كان الهدف من كتير مناطق بعكار يلي كان مفروض تكون موصولة بمنطقة حمص، لأنه معارك حمص اللي هي قريبة على جرود عكار على شمال شرق عكار، هيدي كان الهدف أنه تنوصل بالبحر عبر منطقة عكار ليصير في خط امداد بحري على الشاطئ المتوسط بيطلع من لحد منطقة حمص، وهلأ مفروض يوصل كمان على سهل البقاع بواسطة عرسال. بس لحسن الحظ الجيش اللبناني كان بالمرصاد ونحن بنحيي دماء شهدائه وبنحيي كل الضباط والعسكريين من جميع الطوائف يلي استشهدوا واللي بعد رح يستشهد منهم كمان للدفاع عن الأرض اللبنانية. إن شاء الله لا إن شاء الله تكون محصورة بس سقوط الضحايا بالأعداد اللي سقط الدفاع عن هذا الوطن. ولكن دكتور ناجي اليوم المراقبين في عندهم نوع من التخوف بالنسبة للمرحلة اللي عم نمرق فيها وحتى للمرحلة يلي جاية. البعض بيقول أنه يمكن نشهد اشتعال لمناطق جديدة وتوترات بهذه المناطق الجديدة لم تكن في الحسبان، يعني مش بس المناطق اللي عم نحكي عنها كعرسال كطرابلس، هذه المناطق الساخنة اللي عم تشهد بين الحين والآخر توترات بفعل الصراع بسوريا كمان الصراع الممذهب، ولكن في مناطق جديدة ممكن تشهد اشتعال. هل أنت كمان بتشوف أنه ممكن بالفترة القادمة كمان نشهد توترات بمناطق أخرى ما كان محسوب أنه نشهد فيها هذا التوتر؟ أنا بعتقد أنه الوضع مضبوط إلى حد ما. المناطق اللي فيها اشتعال هي المناطق اللي إلى تواصل مع العمق السوري ومع الإرهابيين هناك، يعني طرابلس لو كان فيها بؤر وفيها بؤر بتقدر تكون إرهابية، بس طرابلس معزولة ومسكرة وبالتالي صعب يكون عندهم تواصل
مع من المناطق السورية، رغم أنه في عندهم حلفاء وعندهم مؤيدين الداعشيين بمناطق كثيرة حوالي طرابلس وبعكار، بس الوضع مضبوط والحدود السورية، حدود السورية الشمالية وبس تطلع للشرق طلوع مسكر عليهم، وبالتالي صار أصعب أنه هن يقدروا يتحركوا. المنطقة اللي لها امتداد هي المنطقة، منطقة عرسال، ولأنه فيها جغرافيتها بتسمح لها انه تكون متواصلة مع السوريين هناك، منشان هيك قدر يصير في توغل من المسلحين، وهذا توغل كبير، هيدا مش شغلة صغيرة، يعني في 5 أو 6 آلاف مسلح، يعني 6 ألوية، 6 ألوية مقاتلة، هيدا عدد كبير وهيدا عدد مؤذي كتير للبنان. من هنا الصرخة كانت أقفلوا الحدود أقفلوا الحدود أقفلوا الحدود. نحن كمان الخطر كمان الكبير هو من الخلايا النائمة بداخل اللاجئين السوريين، لأنه داخل اللاجئين السوريين فيهم كتير رجال وفيهم كتير ممكن يكونوا مقاتلين وممكن يقدروا يتحركوا بوقت معين. هكل حال بالأمس سجل كمان تطور لافت بالنسبة لمداهمة قامت فيها يعني مجموعات مخابرات الجيش، وأيضا يعني بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لبعض المخيمات بالنبطية، كمان صار في تدقيق بهويات النازحين هناك السوريين منعا لأنه تتمدد هذا الاستهداف بحق الجيش ويصير في توترات أمنية. دكتور ناجي، بتعتقد اليوم أنه الجيش اللبناني قادر بالعتاد العسكري المتوفر عنده أنه يتصدى للمجموعات الإرهابية؟ بالأمس كان في كلام واضح لرئيس الحكومة تمام سلام، هو يعني رجع حكي عن إجراء اتصالات دولية بخصوص تسليح الجيش وطلبوا من فرنسا تسريع صفقة التسليح الممولة من السعودية، وبيأكد أنه لا مهادنة مع من استباح أرض لبنان. قد اليوم معركة عرسال رح تكون فاصلة يعني، وتكون كمان حاسمة باتجاه قرار دولة كمان لتسليح الجيش. رح أقول لك الجيش اللبناني هلأ إيه قادر أنه يقوم بمهماته على كامل الأراضي اللبنانية، بس لو الحدود اللبنانية مفتوحة ومنا مسكرة، يعني لولا مش الجيش السوري مسكرة بعكار، ولولا مش حزب الله مسكر باقي الحدود الشرقية للبنان، ها؟ إلى حد ما كانت مع هذا كله بعد فالتة كان في أعداد مسلحين هائلة، وكانوا قادرين هالمسلحين يفتحوا له جبهات للجيش اللبناني بجميع المناطق اللبنانية، وكان ما عنده القدرة انه يقومهم. هلأ هو عنده ذخيرة وعنده رجال أشداء، بس نحن عم نحكي عن العدد. ما بدك ما تنسي انه الجيش اللبناني موجود بالجنوب، بدك ما تنسي انه الجيش اللبناني موجود ببيروت، الجيش اللبناني موجود بكتير مناطق. ولكن دكتور ناجي بالأمس يعني كان في كلام لافت يعني وضع بالصحف، قرأناه بصحيفة النهار، بانه اخر اتصال قام فيه المقدم الشهيد نور الجمل مع شقيقه على الجبهة بالثكنة 83 كان قال له بانه نحن نقصف من مسلحين ولكن بأسلحة متطورة. يعني اليوم العتاد المستخدم من جانب هؤلاء المجموعات المسلحة كتير متطور بالمقارنة مع العتاد يلي موجود عند الجيش اللبناني. أنا ما بعتقد هيدا، أنا ما بعتقد هيدا المشكلة. العتاد المتطور ما فيها العتاد المتطور الكتير المهم يلي بغير مجرى المعركة. المشكلة هي إنه في أعداد هائلة من المسلحين، المعركة هناك ما بدها كتير عتاد متطور، بس في لكن تكتيك الاستراتيجي معركة هو اللي بيحسن برأيك العسكر، في مش العتاد كعتاد، خليني أقولك في عسكر، في أعداد هائلة من المسلحين مدججين بالسلاح ومعهم ذخيرة قد ما بدهم، وهودي العسكر إذا قتلك بيعتبر حاله انتصر، وإذا أنت قتلته بيعتبر أنه طلع على الجنة. بقى هيدا الوضع وين وين سيتويشن، يعني بيربحوا شو ما كان، بقى هيدا ما فرقاني معه. يعني سكنت 83 هي جموعة 300 مسلح، عدد كتير كبير، صحيح 300 مسلح يعني 3 سرايا وشغلة منا صغيرة، وبالتالي وعم بيطلقوا قذائف صاروخية ومدفعية وكلها، وبالتالي المعركة منا بسيطة، معركة كبيرة، واللي عم بيقاتل فيها فوق هي قوات النخبة بالجيش اللبناني المتمثلة خصوصا بالفوج المجوقل وبمساندة فوج المغاوير كمان. بقى إذا فتحت الجبهات كلها الجيش اللبناني رح يكون عنده صعوبة إنه يقاتل، ومن هنا كل الشعب لازم يوقف حده. من هنا الواقع إنه
شئنا أم أبينا في دور للمقاومة الممثلة بحزب الله كمان بالدفاع عن حدود لبنان. يعني هي كل عمرها تدعي إن الدفاع عن حقوق عن حدود لبنان، والواقع هو إن إيه مزبوط صدقت إن هي عم تدافع عن حدود لبنان. لو سكرين هالمنطقة ما كانوا فاتوا هالإرهابيين. دكتور ناجي، حقيقة اليوم هل صحيح إنه حزب الله لا يقاتل إلى جانب الجيش بعرسال؟ هو لا يقاتل إلى جانب الجيش بعرسال نظرا لحساسية المنطقة، ونظرا لما يمكن أن يخلق الموضوع من حساسية يقولوا إنه هيدي منطقة سنية وحزب الله الشيعي يهاجمها وتخلق فتنة. بس الجيش لوحده بيأدي أدى وقدود، هو منه بحاجة لحزب الله هونيك. بس عم نقول السلسلة كلها، سلسلة مناطق شاسعة وواسعة، بعدين جرد عرسال ومنطقة المتاخمة لأنه عند السوريين عم نحكي بمئة كيلومتر مربع، يعني 100 كيلومتر مربع منا يعني 1% من الأراضي اللبنانية، شغلة كتير كبيرة منا شغلة صغيرة. وهالمناطق هيدي بدها مساعدة. هلأ مثل ما بنعرف مش بس حزب الله، الضياع المسيحية اللي موجودة بالمنطقة هونيك كمان شبابهم عم بيتسلحوا ولا مسلحين وعم بيقوموا بحراسة ضياعهم، مجبورين يعملوا هيك لأنه حيلا تسلل من المسلحين لهالمناطق بتقدر يؤدي لمجزرة. عم تتخيل يفوتوا على ضيعة شيعية ولا ضيعة مسيحية شو ممكن يعملوا؟ ما هن بضيعة السنية يرتكبون الفظائع، إذا فاتوا على هديك الضيعة يعني خلفنا خاطر طبعا. دكتور ناجي، اليوم مين قادر يحسم؟ يعني برأيك الحل بعرسال كيف لازم يكون؟ هل هو لازم يكون سياسي؟ هل لازم يكون عسكري؟ لازم يكون أمني؟ وزير العدل بيقول إنه الحل لازم يكون سياسي، لا أمني ولا عسكري. رئيس الحكومة بيقول إنه لا مهادنة مع من استباح أرض لبنان، وما في حلول سياسية مع التكفيريين اللي بيعبثوا بالمجتمعات العربية تحت عناوين دينية. الحل بيكون بانسحاب المسلحين ودعوة الدولة إلى هذه المنطقة. طبعا الحل يكون، الحل كيف تشوفه؟ انا بشوف الحل قد ما فينا نوفر اهراق دم على الجيش اللبناني بيكون افضل. الحل هو بانسحاب المسلحين، بتسليم كل المخطوفين يلي موجودين عندهم، وانسحاب وتسكير منطقة جرد عرسال، تسكيرها بالكامل بما يمنع المسلحين انه يرجعوا يجوا على هالمنطقة. هلا اذا بيفلوا بالمنيح بيكون كان به، إذا ما فلوا بالمنيح مجبور الجيش يعمل معركة ضدهم ويطردهم لخارج الأراضي اللبنانية، وهذا هو الواقع. يعني بغض النظر عن وجود هالمقاتلين اللي هن بالمخيمات، يعني بمخيمات النسحين السوريين مثل ما عم نقول، ولكن بغض النظر عن هذا الوجود، هل بلبنان في بيئة حاضنة للمجموعات الإرهابية؟ بغض النظر عن وجودهم في مناطق ايه فيها بيئه حاضنه، في اشخاص تكفيريين، في اشخاص يحبون الفكر التكفيري والمتعصب والمتطرف، هذا الواقع. هؤلاء موجودين بكل المناطق، موجودين بالمخيمات الفلسطينيه، ما حدا بدق فيهم، نشوف عين الحلوه بؤره طويله عريضه، موجودين بمناطق بصيدا، موجودين بمناطق بعرسال، موجودين بطرابلس، بعكار. الواقع هو هيك انه في اشخاص موجودين بيئة حاضنة. هل هي كبيرة؟ لا منا كبيرة، لانه لو كانت كبيرة كان المشكل اكبر. ونحن مثل ما شفنا انه قسم، بتعرفي انت انه اكثر عديد الجيش اللبناني هو من الطائفة السنية، وبالتالي اكيد ما في بيئة حاضنة، لانه هؤلاء الاشخاص هني عم بيقاتلوا تماما، وما عم بيصير فيه ولا اي انشقاقات بصفوف الجيش، هو اللي عم يلتحقوا بالمسلحين. ولكن برجع بكرر، وجود نواب متشددين يدعون لقتال الجيش اللبناني ويتضامنون مع العدو هو بعزز البيئة الحاضنة لهالأشخاص التكفيريين، وبالتالي يجب معالجة هذا الأمر، لأنه هيدي منظومة متكاملة. الاعتداء على لبنان منظومة متكاملة. لما بنحكي عن الطابور الخامس، شو هو الطابور الخامس؟ هيدا هو الشخص اللي من قلب بيتك معادي لألك، وهو شخص العميل للعدو، وإلي هن ممثلين هؤلاء النواب. شو رأيك دكتور ناجي بطرح الكتائب اللبنانية توسيع رقعة تطبيق القرار 1701؟ أنا مع أنه تسكير الحدود اللبنانية، إذا كان بنقدر نجيب قوة دولية
سكر الحدود اللبنانية أنا ما بكون داعم لهالموضوع، ما أكيد مع هذا الموضوع. ليه خليهم يسكروا الحدود إذا بنقدر نجيب قوات دولية من حيلا بلد بالعالم تمنع أشخاص تكفيريين يقطعوا الحدود ويجوا على لبنان، نحن بنكون مبسوطين. دكتور ناجي، يعني عندما يقول رئيس الحكومة تمام سلام أنه ما في تساهل مع من يعبث بأمن لبنان، ما في مهادنة مع من استباح أرض لبنان، هل في يروح لبعيد بالمرحلة اللي جاية واتوقع مساءلة ومحاسبة لمن يحرض ضد المؤسسة العسكرية؟ يلي يحرض ضد المؤسسة العسكرية مش الحكومة بدها تسائله، القضاء لازم يسائله. يعني إذا بكرة اجى حدا وعمل دعوة ضده، ولكن لازم يكون في مجبور قرار سياسي بهالاتجاه، مجبور القضاء يتحرك لأنه تنطبق عليهم بنود التعامل مع العدو. نعم. هيدا العدو، وهيدا العدو، والحكومة اللبنانية ببيانة يلي طلع امبارح صنف المقاتلين في منطقة عرسال ويلي عم بيفوتوا من هنيك على لبنان صنفهم بخانة القوى المعادية للبنان، وبالتالي كل واحد بيتعامل معهم معناتها متعامل مع العدو، وجب محاكمته وإنزال أشد العقوبات فيه، وهيد الأشخاص ما بتسر عليهم لأي الإجراءات التخفيفية ولا أي التفاصيل. دكتور ناجي، هل بتعتبر أنه لا يزال اليوم القوى الدولية تريد أن يبقى لبنان بمنأى عن كل الصراعات التي تدور في المنطقة؟ هل يعني لازم نكون نبقى محايدين عن هذا الصراع ولا يمنع بأنه يصير في بعض التوترات مثل اللي عم بيصير بعرسال أو بطرابلس؟ أنا أتمنى أن يكون لبنان محايد عن الصراعات الإقليمية، ونكون لبنان بلد وقام، ويكون سويسرا الشرق كلهم هم. بس شو بتعمل إذا في ناس ما بيوقفوا يهاجموك، ما بيوقفوا يجوا لعندك، ما بيوقفوا بدهم يقتلوك، ما بيوقفوا بدهم يغيروا لك طريقة حياتك، وهود المجموعة بدهم يغيروا لك طريقة حياتك. وكل لسوء الحظ كل كم سنة نحن بلبنان معرضين لموجات يا أما تكفيرية يا أما تأحيدية يا أما عندها تفكير عروبة. بتعرفي منذ نشوء لبنان سنة 1920 ساعة في ناس بدهم يروحوا مع الملك فيصل يعملوا دولة مع الملك فيصل، يعملوا خلافة مع الملك فيصل. بيرجع في ناس صاروا بدهم يخربوا لبنان لأنه هن بدهم يكونوا مع عبد الناصر. بيرجع بيجي أشخاص بدهم يكونوا مع ياسر عرفات. بيرجع بيجي أشخاص بدهم يكونوا مع حافظ الأسد. بقى ما فينا نكفي هيك. بيرجع هلأ في أشخاص بيكونوا مع أبو بكر البغدادي. طيب إن نحن عم نعمل بلد مع أشخاص معرضين لأهواء الخارج، وهذا شيء مش مقبول. دكتور ناجي، بعد الفاصل طبعا بدنا نتطرق للي عم بيصير بالموصل بحق المسيحيين. هل في مخطط بعيد لإفراغ المنطقة من مسيحييها؟ وهذا اللي عم نشوفه بالموصل اليوم، في تخوف من جانب الكنيسة الكلدانية أيضا من أنه ينسحب هذا الأمر على مدن أخرى، مش بس الموصل ولكن مدن أخرى، ويصير في فعلا إفراغ للمسيحيين من المنطقة. وبدنا نتطرق أيضا للداخل اللبناني كمان بالنسبة للشغور، يعني ما في حراك سياسي اليوم بدل بأنه في حلحلة بموضوع انتخاب رئيس جديد. قدي بده يستمر الوضع على حاله، وشو متوقعين للمرحلة يلي جاي؟ وعلاقتكم طبعا بغبطة البطريرك الراعي، هل هي علاقة متوترة بالآونة الأخيرة أم أنه لا غيمة صيف وعبرة مثل ما بيقولوا؟ بعد الفاصل مشاهدينا متابعين معكم. وعودة معكم مشاهدينا، ودخلنا إلى القسم الأخير من حلقتنا مع ضيفنا القيادي بالتيار الوطني الحر دكتور ناجي حايك. دكتور ناجي، يعني اليوم في تطورات كتيرة أمنية تسجل بالداخل اللبناني عم تخطف الأضواء من التطورات السياسية، لأنه اليوم ما في حراك سياسي يذكر باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن غبطة البطرك، نداءات متكررة وتصريحه صارت يعني دق ناقوس الخطر بأكثر من مناسبة بكل عظاته بأنه لازم يكون في عنا رئيس جديد لانتخاب هذا الرئيس. اليوم كيف علاقتكم مع صرح البطريركي؟
البطريرك الراعي هو بي لكل اللبنانيين وبي لكل المسيحيين وبي لكل الموارنة، ونحن مثل ما كل الموارنة بيسموا غبطة أبينا البطريرك علاقة جيدة فيه، أوقات بيصير فيه تباين بوجهات النظر بالنسبة لمواضيع، وهيدا شيء بيحصل بين كل الناس، ما في إشكال أبداً، ما في خلاف طبعاً، ما في توتر مثل ما بيسموها بالعلاقة، كل واحد بيقول في توتر بيكون عم بيصطاد بالماء العكر. نحن بد أكتر شيء مهم عنا إنه هو إزالة هالشعور عن الكرسي الرئاسية. في الفرق بيننا وبين غبطة البطريرك هو بده يزيل الشعور في الكرسي، ونحن بدنا إزالة الشعور عن الكرسي. يعني رح فسر لك شو النيانس بيناته. انت اذا بدك تجيل الشعور بالكرسي يعني بدك تجيبي حيالله شخص تقعديه على الكرسي، ونحن هيدا مش هدفنا. تتقدر حدا يكون رأس هذا الوطن لازم يكون هو مليان. نحن بدنا نزيل الشعور عن الكرسي، يعني نحن ما بدنا نجيب شخص فاضي نحطه على رأس هالبلد اللي اسمه لبنان. المركز رئاسة الجمهورية هو أعلى مركز يمكن أن يتبوأه مسيحي في الشرق كله، ويمكن أن يتبوأه مسيحي لبناني في لبنان. هو مركز رئاسة لبنان، وبالتالي من غير المقبول أنه لأي سبب من الأسباب ولأي ظرف من الظروف أنه تجي تركيبة تقرر أنه نحن بدنا نجيب شخص نحطه يا خي يلا بسرعة مين مكان يكون. نحن مش قبلنين بالمين مكان يكون، لأنه إذا بتجيب مين مكان يكون يحصل مين مكان يكون. يعني إذا بتجيب شخص ما عنده أي حيثية لا شعبية ولا نيابية بتعمليه رئيس جمهورية، هيدا الشخص بده يجي بيكون مجيئه على هالسدة الرئاسة هي مني من بعض الكتل أو من كل الكتل، وبالتالي بيصير هالشخص متجاذب من جميع الكتل يلي جابته وما بيقدر يحكم. وبعدين نحن كمسيحيين على الأقل يجب احترام خياراتنا السياسية، وخياراتنا السياسية بتقول انه في عنا اشخاص نحن انتقيناهم وارتضينا بهم انه يكونوا ممثلين بالبرلمان ولا ممثلين بالسياسة، وهول اشخاص مفروض يكون واحد منهم هو الرئيس العتيد، مش انه منجيب لهم حيالله حدا، مش انه كل الفرق اللبنانية المسلمة تنحطها هيك مثل ما هي بتحترم بعضها وبتحترم تمثيل بعضها، وبس يجي دور الرئيس المسيحي لا تحترم إرادة الشعب المسيحي. هيدا شيء منه مقبول، هيدا بضر بالوجدان المسيحي، هيدا بضر بالشعب المسيحي، هيدا بيدفع المسيحيين إلى الهجرة، هيدا بيدفع المسيحيين إلى عدم الإيمان بالدولة، لأنه إلى عدم الإيمان بالانتخابات. بيعتبر هو أنه شو ما عمل ما بيقدر يوصل لممثلين يكونوا يلي هو بده إياهم يكونوا نواب ولا أنه يكونوا رئاسة جمهورية. وهون هالأشخاص المليانين هن بملوا الكرسي، إذا جبنا شخص فاضي قعدناه بالكرسي بتضل الكرسي فاضي. هيدي هي النيو. ولكن دكتور ناجي، يعني مثل ما ذكر فخامة الرئيس بحديثه الخاص لنا، يعني انطلاقا من كلام غبطة البطرك بانه طبعا بدعوته الاخيره لانه يكون انتقاء للرئيس الجديد من خارج الاصطفاف 8 و14، فخامة الرئيس بيقول لو قدروا يتفقوا على شخص من بين 8 و14 كانوا اتفقوا على واحد وكان يعني صار عندنا رئيس. هي المشكله مش بقصه الاتفاق مع واحد، مش مطلوب الاتفاق على واحد. شو المطلوب؟ المشكلة اللي عم تحصل انه في اشخاص سياسيين على رأسهم وليد جنبلاط لا يريدون للموقع الاول للمسيحيين ان يكون تمثيليا، وبالتالي بالتالي بيخربط كل الوضع وبيسموه انه هني ما اتفقوا.
ما في شيء اسمه ما اتفقوا، ما هن ما اتفقوا كمان على الرئيس بري رئيس مجلس النواب، وما اتفقوا على الرئيس سلام مجلس بمجلس الوزراء. لا، شو صار؟ كيف عم بيجوا هودي كلهم على مراكزهم؟ عم بيجوا من قبيل احترام رأي طائفة اللي بده يجي على هالمركز. مساءبة هلأ انه الجنرال ميشيل عون يمثل الأكثرية عند المسيحيين، وبالتالي ما حدا في يقول ينتخبوا من هون ولا من هون، ما في من هون ولا من هون. فإذن إذا كان هيك، بكرة بس يجي انتخاب لرئاسة مجلس النواب نجيب واحد من خارج الاصطفافات، وهذا ينطبق كمان على رئاسة مجلس الوزراء. هيدا رفرنس منا عم نعيده كتير، بس هيدا هو الواقع. ما في انه يتفقوا المسيحيين مع بعضهم، المسلمين مش متفقين مع بعضهم. ليش ان المسلمين متفقين مع بعضهم؟ المسلمين عم بيقتلوا بعضهم، احنا مش عم نقتل بعضنا. المسلمين بمحل معين رغم انه عم بيقتلوا بعضهم، في حد ادنى من احترام الاخر، ونحن المسيحيين نحترم إرادة المسلمين بانتقاء ممثلينهم. بقى مطلوب منهم يحترموا هيدا الشيء. وهنا دور غبطة البطريرك انه يطرح الصوت مش لتعبئة مركز الرئيس، يطرح الصوت انه يا عمي ما نحن عنا اشخاص يمثلون المسيحيين، وبالتالي يجب انه يكون الخيار عليهم. اليوم مسائب اسمه ميشيل عون، يمكن بكره يسائر باسمه سمير جعجع ولا سمين فرنجي ولا ما بعرف مين، حيلا حدا. بس انه هيك منجيب حيلا حدا منحطه يعني لتعبيه العدد، هيدا شيء مش مقبول، مش مقبول ابدا. بالعكس، لازم الشخص يعبي موقعه. نحن يعني لمن انبسطنا بالبطريرك الراعي انه عمل بطرك، لانه انبسطنا ليه؟ لانه نعرف انه البطريرك الراعي بيعبي موقعه. ونحن ومثل ما صار الانتخاب ببكركي، صار انتخاب البطريرك. كيف صار انتخاب البطريرك؟ لمن كان في حدا اقوى من الثاني بشوي، الشخص الاخر انسحب لصالح الشخص القوي. نحن بنتمنى انه يصير هيدا شيء بالشارع المسيحي، وبنتمنى انه يصير هيدا الشيء بكل المراكز النيابية اللبنانية اللي بدها تنتخب الرئيس. من هون نحن بنتمنى انه ينسحب أنري حلو، وحيج لاقط هالكم صوت ومفكر انه هو مدري شو بده يعمل فيهم اللي هن عم تعطلوا. حقه من منطلق مارونة، يعني كل شخص مارونة عنده الحق بالترشح. طبعا حقه، طبعا. انا ما بقول دكتور ناجي، يعني انت اليوم كموقف بتقول انه اي طرح لاسم مرشح لرئاسة الجمهورية من خارج الشخصيات اللي هي بتمثل الشارع المسيحي، نبض الشارع المسيحي، تنقول لأقطاب الأربعة، لأنه بالنتيجة الأقطاب الأربعة هن اللي عندهم هذه الحيثية، سواء كان الرئيس سليمان أو حتى دكتور جعجع، جنرال عون، حتى الرئيس أمين جمال، أي اسم خارج هالأقطاب الأربعة ما بتعتبر أنه هو صالح لتبوأ هذا المنصب. هي مش مركز إداري، رئاسة الجمهورية مش مركز إداري، مش مركز إنه شخص عنده الكفاءة الإدارية يديره. لازم يكون عنده حضور شعبي ليقدر يديره. إذا كان عنده مطلوب شخص عنده الكفاءة الإدارية، في كثير أشخاص عنده الكفاءة الإدارية وبيقدروا يديروا. أنا بجيب لي كارلوس غصن شاطر وبيدير أحد أكبر شركة، بيكون عنده الكفاءة الإدارية، بس مش هيك بتمشي الأمور. هيدي مش شركة خاصة. دكتور ناجي، تنطلع شوي على التطورات اللي عم بتصير بالمنطقة واللي عم تستهدف المسيحيين أيضا كأقليات في هذه المنطقة. اليوم باللي عم بيصير بالموصل، كيف بتوصف اللي عم بيصير بالموصل؟ جريمة حرب، جريمة ضد المسيحيين بالشرق، عم تتابع من سنين وسنين وسنين. في أشخاص ودول واقفة إلى جانب هالمجرمين يلي عم بيقتلوا المسيحيين بالموصل، عم بيقتلوا غير المسيحيين، تشجع الهجرة مثل فرنسا وإنجلترا. طبعا الغرب لسوء الحظ فقد كل حس مسيحي، وصار عنده كل الموضوع له علاقة بالدولار، وله علاقة باليورو، وله علاقة بالمصالح، وله علاقة بالبترول، وبالتالي ما صار بلد، صاروا بلدان مش فرقانة معهم. أي حس إنساني، مجردين من الحس الإنساني. ما يجري بالموصل جريمة حرب. المسيحيين موجودين بالموصل من قبل الإسلام، موجودين بالموصل، موجودين من آلاف السنين بالعراق،
مدارس اللي كانت تعلم وتثقف المجتمعات العربية طلعت من دينوى ومن رها من الرها ومن نصيبين، وكان عندهم من أكبر المفكرين ومن أكبر الأطباء ومن أكبر المنجمين ومن أكبر الكهنة المفكرين والمفكرين والفلاسفة اللي طلعوا من هالمناطق. هؤلاء طلعوا من قلب مسيحيي العراق ومن قلب مسيحيي الشرق، وهلأ في إفناء لهالمسيحيين اللي موجودين، والعالم لا يحرك ساكنا، وفي قسم من الدول العربية تمول هذه المجموعات التي تقتل المسيحيين، وهذا شيء مش مقبول. وأنا بقول إنه بوجه دعوة للمسيحيي العراق، إذا ما قدروا يثبتوا بأرضهم أنه يجوا على لبنان، لأنه نحن اللبنانيين لازم يكون بيوتنا مفتوحة لأخوتنا المسيحيين، لأنه نحن استقبلنا الداعشيين وشفنا شو طلع منهم، بينما هوديك اللي ممكن يجوا من هنيك بصورة مؤقتة دائما يجوا من هنيك، ما بيطلع منهم إلا المحبة وما بيطلع منهم إلا الأشياء الطيبة. الدعوات اللي عم نسمعها لتسليح المسيحيين كيف تقرأها؟ أو حتى الكلام اللي عم ينقال بالصحف اللي عم نشوفه، الدعوات لتسليح المسيحيين، مفروض يتسلحوا. المسيحيين يكونوا مسلحين. هل أنت بتأيد؟ أكيد بأيد 100%، بأيد 100% أن يكونوا المسيحيين مسلحين. في عليهم هجمة شرسة، الفاتيكان وإرشادات الكنيسة وقوانين الكنيسة وتعاليم الكنيسة تسمح بالدفاع عن النفس، ومفروض يكونوا المسيحيين مسلحين للدفاع عن نفسهم. طبعاً بالجزيرة العربية لازم يكونوا مسلحين، بالعراق مطرح ما في مسيحيين، وبلبنان لازم يكونوا مسلحين ليدافعوا عن نفسهم. ولكن دعوات الكنيسة نحن دائما بإطار انه المسيحيين لازم يكونوا بحيات، يعني ما لازم ينزج فيهم بقلب الصراع. اذا حملوا السلاح كيف بدهم يحملوا السلاح؟ انا ما عم بقول انه المسيحية، قلت لك انه المسيحي لازم يحمل السلاح ليدافع عن نفسه، ما قلت انه المسيحي لازم يحمل سلاح ليتورط بمشكل بمحل معين، ابدا. مفروض المسيحي يقدر يدافع عن نفسه. طب ما معقول ان نحن نصبح كالخرفان، نصبح كالخرفان بالعراق ونصبح كالخرفان بسوريا بالرقة، ونصبح مثل ما كانوا عم يذبحونا كالخرفان بلبنان باول الحرب اللبنانية؟ هذا شيء مش مقبول. بالعكس، لازم المسيحيين يكونوا مسلحين ولازم يكون عندهم القدرة يدافعوا عن نفسهم. عم تدعي لتسليح اللبنانيين حتى بالداخل اللبناني كمان؟ ليش لا؟ أكيد. مش معناتها يعملوا ميليشيا. أنا عم أقول المفروض يكونوا مسلحين بلبنان، سلاحهم لازم يكون تحت أمرة الجيش اللبناني. أنا مش عم بقول ليعملوا دولة ضمن الدولة، بس عم بقول مفروض يكونوا حاضرين عسكريا يدافعوا عن نفسهم. إذا بمحل معين خرقت شي جبهة، وشو رأيك إنه يفوتوا على راس بعلبك والقاع وهودي؟ طب إذا مش مسلحين شو بيصير فيهم هنيك؟ مين بيجي بيدافع عنهم؟ كمان نحن المقاومة وحزب الله يلي عم بيدافع، مشكور عم بيدافع، هو اللي عم بيدافع عن كل المقامات المسيحية وعم بيدافع عن الضيعة المسيحية الموجودين بالبقاع. بس المسيحيين الموجودين بالبقاع عندهم القدرة يدافعوا عن نفسهم، مش طالبين من حدا يدافع عنهم، رغم الشكر الجزيل للي عم يدافع عنهم. بقى هودي رجال أشداء، هودي كلهم بأس وكلهم رجولة، ولو ما كلهم بأس وكلهم رجولة ما بقيوا بهالمنطقة من 2000 سنة تحت الضرب وتحت القتل وتحت كل شيء صار. ومسيحيي البقاع تعرضوا لقتل من زمان عبر الأزمنة، تعرضوا من قتل أيام العباسيين وغير العباسيين، والمنيطرة معارك المنيطرة مع العباسيين عملوا فيهم مثل ما عم تعمل فيهم داعش. هلأ وصمدوا وبقيوا وانتصروا. دكتور ناجي، بالأمس البطريرك فريم الثاني لما نلتقى غبطة البطريرك دين دعوات فرنسا وإنجلترا لحتى يعني تستقبل المشجع بمل هجرة المسيحيين إليهما، واعتبر أنها بتصب الخطة اللي بيسعى إليها المتشددون عبر تهجير وطرد المسيحيين من المنطقة. اليوم هذه الدعوات مرفوضة من جانب الكنيسة، في إصرار من جانب غبطة البطرك على أنه يصير في حل سلمي للصراع هناك، وكل عراقي كل إنسان مسيحي يرجع لبيته ما يضطر أنه يهاجر ويدفع ثمن انتمائه المسيحي، لأنه يا بدك تموت أو بدك تعلن تدفع فدية أو بدك تعلن انتمائك إلى الإسلام، وهيدا مرفوض عن المسيحية. وبدليل اللي عم نشوفه أنه في ناس عم تقبل أنها تنصلب حتى الموت لأنه ما بدها تعتنق الإسلام. طيب اليوم هيدا في صمت دولة حيال ما يجري بالموسم،
وين متوقعين نوصل بعدين؟ الموصل يمكن عينة عن مدن كتيرة ممكن تنتقل إليها شرارة الأزمة، شو ممكن؟ لوين رايحين؟ قلت لك دول الغرب متواطئة ومش فرقانة معها ومنا ملوتة بالمسيحية، اسمها فرنسا اسمها ابنة الكنيسة البكر، وفي عندك رئيس عليها اسمه أولاند ما بيؤمن بشي ولا يؤمن بالدين ولا يؤمن بأي شيء آخر، وما فرقانة معه وما فرقانة معه إلا مصالح ضيقة وصغيرة. بقى إذا حدا قال له شو عم بيصير بالمسيحية بيقول له جيبهم لهون، هيك عملوا في جربوا يعملوا فينا من زمان. هيك وقت اللي إجا دين براون على لبنان وراح لعند الرئيس الفرنجي وقال له إنه يلا ضبوا غراضكم وفلوا من هون، وساعتها شحطوا الرئيس الفرنجي الله يرحمه ويرحم ذكرات طيبة، شحطوا وقال له نحن منضل نقاتل هون وما منفل، ونحن ما منفل وهودي فرنسا تقول البداية كل عمرهم بيعملوا هيك، الفرنسيين والإنجليز بيبيعوا على ظهرنا من زمان، البيزنطية بيعوا موارنة لبنان، بيعون بدلون بأحصنة مع الأموية وما فرقت معهم، بس ضلوا الموارنة موجودين وضلوا يقاتلوا، وهيك نحن وهيك مسيحية الشرق كله يعني لازم يضلوا موجودين وضلوا يقاتلوا. طبعا الصمود الصلاة والإيمان والصمود، وتعاليم الكنيسة تسمح بالصمود المسلح. دكتور ناجي حايك القيادة بالتيار الوطني الحر، شكرا لحضورك، دايما فيه غنى فيه مزيج من الثقافة التاريخ والسياسة والاستراتيجي كمان، بدي اتشكر حضورك. تعرف انه البطاركة كانوا على رأس المقاتلين والمدافعين بلبنان، البطاركة الموارنة والمشاركين صح. دانيال الحتشيتي والشماتة البطريرك الشماتي وبطريرك حجولة يلي حرق بطرابلس صحيح، بقى هودي كانوا رجال، بقى ما كانوا ضد تعليم دينهم أبدا. شكرا لحضورك معنا، وعلى أمل لقاء فيك بموعد متجدد إن الله راد، إن شاء الله تكون هيك الأمور واضحة أكتر والمنطقة هيك هديت أكتر، مع أنه التوقعات تشير إلى أنه رايحين كمان باتجاه الأسوأ وستمتد الأزمة إلى سنوات وسنوات. شكرا لحضورك معنا دكتور ناجي، وأهلا وسهلا فيك. لهون مشاهدينا بنوصل لختام الحلقة، بالختام شكر كتير كبير لرياض الهبر وغسان حويس وإلي برقاشي من وراء الكاميرا، وعبر الإخراج دانيال فضول. موعدي معكم بيتجدد مثل كل أسبوع الثلاثة الجاي بتمام الساعة 8:30، فكونوا على الموعد والله معكم.